شي 13 دابا باش كملها. والبارح حتى البنت شاده التليفون، البنت الكبيره كتكتشف بان بالتليفون هو مدخل عيد ميلاد ديالو بالتاريخ بالنهار كيصوني، وعرفوا بان عيد ميلاد، قال لك والو ديري لنا عيد ميلاد ديال بابا، حيت كل عام حتى العام اللي فات داروه ليه. واحد طرونش ديال الحلوه وشميعه وسنه حلوه بابا، واش نديروا ليه هنا ولا نديروا ليه في القبر، واش نديروا ليه هنا ولا نديروا ليه في القبر، واحتفلوا به البارح بوحدهم وخليتهم محتفلين وخليتهم ودخلت البيت. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في مدينه الرباط في المنزل ديال المرحوم سعيد. المرحوم سعيد عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالو. سعيد كان عطاني مهمة الله يوليه برحمة الله أنني نتبع العائلة ديالو، من عاهد وفى. مشاهدينا الكرام، مجموعة من تطورات ومستجدات في الموضوع ديال المرحوم غادي نشوفوها مع الزوجة ديالو. المسألة الأولى هو أنه سعيد كمل 40 يوم، والمسألة الثانية أنه الأبناء ديالها كيكتشفوا بأنه كان يوم أمس عنده عيد الميلاد وطيطالبه بأنه دير عيد الميلاد المرحوم. مجموعة من نقاط أخرى غنشوفوها، تبعوا معايا أختي. إحنا جينا عندك اليوم نتبعوا معاك كما وعدناك وكما إحنا دائما معاك، والمغاربة كلهم معاك بشكل كبير في القصة اللي عاشوها من الأول. اللي بغيتك تشوفي معايا في الأول وتعطيني الربعين والخطوات اللي داروا، الخطوات الإيجابية اللي داروا الأبناء ملي قالوا كدير عيد الميلاد للأب. من البارح كانت عنده عيد ميلاد ديالو، حيت يلا فاتو دابا دار كمل 40 يوم. والبارح اكتشفت البنت الكبيره بان في التليفون صونا ليه بان عنده عيد ميلاد البارح، وقال لك والو ماما خصنا نديرو ليه عيد ميلاد، حنا مالفين كنديرو لبابا عيد ميلاد، نديرو ليه عيد ميلاد. وخديت ليه واحد طرونج ديال الحلوه وخليتهم كيحتفلوا، ما قدرش نخسر اليوم. والبنت الصغيره قالت لك لا نمشيو الروضه ونديرو ليه عيد ميلاد في الروضه حداه في التراب. ولبيت ليهم الطلب، جبت ليه واحد طرونج ديال الحلوه وداروا فيه الشميعات وبقاو عير هما وماما هنا في الدار. خليتهم هنا محتفلين سنة حلوة بابا، سنة حلوة هادشي اللي عطا الله. وخليتهم ودخلت البيت وخليتهم، ما قدرش نخسر اليوم. وخا البنت الكبيرة بكات بزاف، قالت العام اللي فات عدرنا لي عيد ميلاد واحتفلنا به، هادشي اللي عطا الله. كنقولوا الحمد لله على كل شيء، الله اللي بغاه. يعني ديك الساعة ما قدرتيش تجلسي حداهم في عيد الميلاد، دخلتي للبيت، شرحي لي. ما قدرتش نجلس معاهم، ما تأثرت بزاف. ولو كتحاولي تنسي كتلقاي ولادو كل ساعه كيجبدوه، اللي عنده الدراري عمرو ما ينسى، تيقول لك الناس نساي، حاولي باش انت تجاهدي تكوني مع وليداتك، تلقاي بزعما صحتك وداكشي، ما تبقايش تفكري كل نهار. ولكن الدراري كيفكروا كل نهار، يتسمع البنت الجمعه غدا الجمعه غنمشيو عند بابا الروضه غنطلعوا عليه غنزوروه غنديروا، هما كل نهار تيجبدوه. كنديهم ضروري يمشيو، ما يقدروش شي نهار تقول لك كل جمعه مهم خصهم يمشيو باش يزوروا. الحمد لله الحمد لله. حاليا انت مقبله على الوليدات يمشيو مقبلين على المدرسه، غادي يدخلوا المدرسه، كيفاش الوضع ديالك معاهم؟ وهاد الساعه حنا باقيين ان شاء الله غدا غتكون المدرسه الدخول ديال السنه. عندي البنت طالعه البيت الرابع والدري طالع البيت الاول، والبنت الصغيره غتدخل الروض، وباقينا الساعة يدخلوا ان شاء الله ونشوفوا الكتوبه ونشوفوا تاني. مالف هو اللي كيمشي كياخذ الدفاتير ياخذ داكشي، هما كيقراو عي في المخزن. ايوا وناخذوا الدفاتير ناخذوا السيلوات وناخذوا، مالف هو اللي كيمشي ياخذ داكشي. العام اللي فات اللي خديت انا كان هو شويه عيان. انت في هاد الظرفيه هادي كيفاش شفتي الحياه ملي سعيد ما كاينش؟ عارف مهمه صعبه، وحاولتي كما قلت في الفيديو السابق انك تقلبي على خدمه وشي حاجه كتعلق بمقهى ورفضتي يعني كيفاش كتشوفي انت الحياه ملي فقدتي الزوج؟ هو الفراغ ديالو كبير بزاف، هو كان كل شيء في الدار، ولو كان مريض جالس كيهضر بالتليفون خاصه شي حاجه يجيبها. حنا ولو كنت هزاه ولو كان المرض ولو كان شي حاجه كان هو كان هز راسو ماديا، كان هز راسو كيتصرف كيعاونوا المحسنين تي دي باني يبيع حاجه يشري حاجه مسكين. ولكن الحمد لله كان تيشري اللي قسم الله، وخا المحسنين كانوا كيساعدوه بزاف ملي كان مريض.
في التموين في الدواء، بعض المرات يعاونوا بحال باش حاجه من الفارماسيان يجيو يديو، نفسيا يجيو صحابو كيعاونوه كيخرجوه بالكروسه كيدورو بيه، ولكن في الدار كان بزاف وما كتحش بيه واش مريض ولو مسكين. ديك الحكه فمو كان تيهضر، يهضر دخل عندنا شي حد شي فرح تيبغي الناس يجيو عندنا يجمع يهضر، كنتيش تحسي بيه بانه مريض نهائيا في الدار. وخا مسكين ديك الحكه كان اللي شافو كيتاثر كيقول لك نجلس حدا نهار واحد نمرض، ولكن هو كان مشجع، كان هو قوي على المرض ان شاء الله. الحمد لله. الكلمة الأخيرة اللي غنشوف معك هو الأمنية ديال كما قلتي لي قبل من التسجيل، قلتي لي أمني يكون عندي سكن تهنى فيه لولادي غوري ليا، وغادي نوجه النداء للمغاربة إن شاء الله. وكنتمنى من الله شي محسن يشري لهم دويرة، هذا هو الإشكال اللي عندي دابا هو السكن، لأنني هي كارية والظلمة ولو الإنسان تياكل اللي قسم الله وداك شي، ولكن السكن هو اللي قاصح شوية. الكرا دغيا كيدور الشهر كيجي الشهر الآخر تيطلع عليه دغيا، هو الكرا اللي قاصح شويه والظلمه هو اللي قاصح. كل قيت غير شي محسن ياخذ لينا اي سكن دوك الوليدات في مكان، المهم يكونوا حويطات ساترينهم ما يدق عليك لا كاري لا حتى حاجه. هادشي اللي كاين وهذا هو الكلام اختي، الله يفرجها لك. وحنا ديما معاك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، غادي نتكلم بشكل مختصر على المستجدات والاحساس ديال الوليدات في المرحوم، والام لا زالت تقاوم، وهذه من خصال الأم صراحة، لأنه ما يهمها هو كيفاش غادي تعيش هاد الوليدات، طبيعة الحال كل شيء بإذن الله عز وجل، وكيفاش غادي يكون عندها التتبع للحياة ديالهم وهما لا زالوا صغار. هذا الشق الأول. العائق اللي عندها في السكن هو النداء اللي كنوجهو لجل المغاربة، أن يكون تضافر الجهود، أن يكون تضافر الجهود بيننا في مساعدة زوجة المرحوم، لأنه إلا توفر عندها سكن غادي ترتاح أكثر، لأنه المهمة اللي هي فيها ماشي سهلة. وهي صراحة عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها مع الزوج ديالها الله يرحمه، امرأة قوية ولها مواصفات خاصة تختلف عن الغير، لا تهمها المظاهر ولكن تبحث عن رضا الله. النداء ديالنا لجل المغاربة أننا نساعد الأخت اللي هي زوجة المرحوم باش توصل لهذا المبتغى. يد الله مع الجماعة، غادي نوضع رقم الهاتف ديالها إن شاء الله في القناة، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام كما قلت في السابق، من عاهد وفى، وسوف أبقى إن شاء الله متتبع الملف دياله وفيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.